لحقوق المرأة والطفل، طبعا احنا بندعو الى النص على حقوق المرأة في الدستور بدون تزييل. كان دايما بتيجي تزييل عبارة بما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية. احنا عندنا المادة الثانية بتنص على ان الشريعة الاسلامية مصدر من مصدر التشريع، هذا كافي. فنتمنى انه التزييل ده ملوش اي يعني اي لازمه. كمان الدستور نص يعني الدستور اللي فات نص على حمايه المراه دون ان يحمي المطلقات ودون ان يحمي الارامل، يعني جاب كده نص عايم كده لحمايه المراه بدون وضع اسس اكيده لحمايه المراه. زي ايه؟ زي اولا مفروض انه يبقى في تجريم للعنف ضد المراه، مفروض يبقى في تجريم في الدستور لاتجار بالنساء، مفروض يبقى فيه تجريم للتحرش الجنسي وحاجات كتيرة. احنا مش بنقول هنحط عقوبات، لكن مبدأ التجريم في الدستور برضو تجريم لمنع المرأة من الإرث اللي حاليا انتساري في الصعيد. كل دي حاجات مفروض تتعدل. ايضا بالنسبة للطفل، الدستور برضو المادة في الدستور القديم كانت بتقول ايه؟ ان الطفل لا يعمل في سن الإلزامية للتعليم. طيب ما هو مفهوم المخالفة ان هو قبل السن الإلزامية ممكن انه يشتغل، ما حماهوش من الأعمال الخطرة، ما ادهوش فعلا الأسس القانونية لحقوقه ان هو يعيش في جو يتيح له الإبداع والكفاءة في سن طفولته. أيضا الدستور القديم ما اعتناش بالمواثيق الدولية، يعني احنا في مواثيق دولية بتنص على حقوق الطفل، بتنص على حقوق المرأة، بتمنع التمييز ضدها، بتنص على مبدأ الحقوق والحريات العامة. كل ده كان مفروض الدستور القديم يراجع ويضع هذه النصوص في الدستور عشان تبقى وثيقة تبرز وجه مصر الحضاري في هذا الشأن. تعقيب حضرتك على مدى فترة الطوارئ شهرين من دلوقتي؟ يعني طبعا هو ده مرهون بالانفلات الامني اللي موجود في البلد. فطبعا انا مع مد الطوارئ فعلا، لانه دي وسيله هامه جدا لحمايه الرجل المصري، رجل الشارع والاسره المصريه، والى حين القبض على جميع العناصر. حضرتك شايفه ان شهرين كافيين؟ والله هتثبت التجربه ذلك. لو الى حين شهرين ولقينا الامور في انضباط وفي امان، احنا بنامل طبعا ان احنا خلال الشهرين يكون في اجراءات فعلا امنيه. وانا شايفه الحقيقه ان وزاره الداخليه يعني تتقدم بسرعه جدا في هذا المجال، فنامل ان يكون يعني يتحقق الامن. لو في حاجه طبعا تتمد طوارئ تاني عشان ده مصلحة المواطن المصري. حضرتك شايفة تمثيل المرأة في الدستور، يعني تمثيل المرأة في اللجنة الـ50 كويس؟ قليل جدا طبعا. المرأة بتمثل المفروض تمثل يعني على الأقل 50% أو 30%، هو مثلت في لجنة الدستور ب 5% فقط، فطبعا ده تمثيل طبعا ضعيف للمرأة. كنا نتمنى إنه يكون أكثر.